السلام عليكم اخوتي، لاباس عليكم؟ مرتاحين؟ اليوم غادي نهضروا على واحد الاداه مجانيه في الفيسبوك اللي يمكن لك تسوق فيها المنتوجات ديالك، وهي الماركت بليس. نشوفوا طريقه الخدمه ديالها وكيفاش نحطوا المنتوجات ديالنا بطريقه احترافيه باش يجيونا المبيعات واخا ما يكونش عندنا راس المال باش نديروا الاشهار. في هذا الفيديو غادي نهضروا على كيفاش تحط المنتوجات ديالك، زائد كيفاش تكتب العنوان بطريقه احترافيه باش الكليان يجبدوا لعندك، زائد الوصف المنتوج ديالك كيفاش تكتبه بطريقه مزيانه، وكيفاش تخدم على الهاشتاغ باش المنتوج ديالك ينتشر ويجيبك المبيعات. يلا نبداو على بركه الله. السلام عليكم اخوتي، نبداو على بركه الله. رحنا دابا في الماركت، الا بغينا ندخلوا الماركت ها كيفاش؟ هذا هو الماركت بليس ديالنا، تكليكي عليه اوتوماتيك كيديك للصفحه هذه. دابا طريقه كيفاش غادي نوضعوا المنتوج ديالنا. عندنا الخاصيه الاولى، خاصنا نجيبوا الصوره. كنتسناو شويه يتسارجا. البرودوي ديالنا كيبان. عندنا الخاصية الثانية، العنوان. خصنا العنوان نكتبو بطريقة زوينة باش يأتيري الكليان. أنا صوبت العنوان ديالي ها هو. ها هو، نجي نحطو هنايا. ها هو كتبت عصر وطحن كيف بغيتي مع هاد الخلاط متعدد الاستعمالات. الثمن نحددلو الثمن ديالو، شحال بغيت نبيعو. عندك الخاصية الثالثة، هذا المنتوج ديالنا اين فئة تابعه، واش الكترو ميناجير او الموسيقى او الالعاب الفيديو الى اخره. انا بالنسبة لي هذا المنتوج ديالي تابع الالكترو ميناجير. غادي نجي نقلب على الالكترو ميناجير نشوفها فين هي. هاهي غادي نكليكي عليها. الخاصية الرابعة تيقول لك سيدي واش هاد المنتوج ديالك جديد ولا قديم، ولا قديم ومستعمل، واش مستعمل وباقي نقي. انا المنتوج ديالي بالنسبة لي جديد، ندير نوفو. الخاصية الخامسة هي الوصف، خصك تكتب عاوتاني الوصف بطريقة زوينة كتوصف هاد المنتوج هذا شنو مين كيتكون. ها هو تا الوصف ديالي ها هو صوبتو، غادي نجي نكوبي تا هو. غادي نجي نحطو هنايا. ها الوصف ديالي، درت معلومات عن المنتوج، خمس سرعات مع النبض، وعاء زجاجي 1.8 لتر، شفرات من الفولاذ مقاومة للصدى، و 1200 واط. الخاصية السادسة شنو تيقولك اسيدي؟ تيقولك واش هاد المنتوج عندك منه هي واحد. والخاصية الثانية تيقول لك واش عندك منه العدد بزاف. انا بالنسبه لي عندي منه العدد بزاف، ندير الخاصيه الثانيه. اما انت الا كان عندك منه العدد واحد دير الخاصيه الاولى، كليكي عليها هكايا. الماركه ديال المنتوج، الماركه ديال المنتوج ديالي شينو، ندير شين. الخاصية هادي تيقول لك سيدي واش هاد العصارة شنو هي، واش عصارة يدوية ولا عصارة ولا عصارة كهربائية. انا المنتوج ديالي عصارة كهربائية. غنجي ندير كليكي هنايا. عندنا الهاشتاغات، المثال غادي ندير باش ينتشر المنتوج ديالي واللي يدخل روشيرش عليه يلقاه. ندير خلاط كهربائي. خلاط كهربائي. ندير مونينيكس.
هوني نيكس. باش اي واحد دخل في المثل ريشيرش في المثل على هوني نيكس ولا خلاط كهربائي يطلع له المنتوج ديالي اللي ناشر، ندير الكتروميناجر. الكتروميناجر الى اخره، عاوتاني اللي يدخل ريشيرش عاوتاني على الكتروميناجر يطلع له عاوتاني المنتوج ديالي. هذه ما عندنا علاقه بها، هذه الى مدينه فاس. هادي سيتي يقول لك واش تبارطاجي مع لي زامي ديالك ولا لا، قول له نعم، تدي سويفو. سويفو تيقول لك واش تبارطاجيه في الجروبات الا بغيتي تبارطاجي فيهم، ولا ما بغيتيش صافي خليه في الماركت. وهالمنتوج ديالنا كي تيبان هو عصر وطحن كيف بغيتي مع هاد الخلاط متعدد الاستعمالات. حنا ما بغيناش نحدد الثمن. هو درنا نوفو الماركاشين، النوع ديال العصاره، عصاره يدويه، عصاره كهربائيه. هو معلومات عن المنتوج، الهاشتاغات. هو الى مدينه فاس. احنا عندنا في المنتوج ديالنا نديرو بيبليسيتي. صافي، والمنتوج ديالنا ان شاء الله بحول الله غادي يتحطنا في الماركت.